يسعد أوقاتكم مشاهدينا الكرام. هل من الممكن خسارة الوزن في رمضان؟ يعد الوزن الزائد إحدى أكبر المشكلات التي يعاني منها الكثير من الناس في كل مكان، فبتتراكم الدهون بأجزاء الجسم المختلفة، وهذا الشيء بيأثر على الثقة بالنفس والصحة وغيرها. لذلك بيلجأ البعض لاتباع الحميات الغذائية وتقليل الطعام بأوقات معينة وخاصة بشهر رمضان. وعلى الرغم من أنه أحد المقاصد الأساسية من شهر رمضان الفضيل هو السيطرة على النفس والصبر والاقتصاد بالاستهلاك الغذائي وتجديد النشاط والتغيير، إلا أنه هالشي صار يشكل تحدي كتير كبير لكل من حابب يخفف وزنه أو حتى مجرد أنه يحافظ عليه خلال الشهر الكريم. والسبب هو النمط الاستهلاكي المفرط للكميات والنوعيات المختلفة من الأطعمة والأشربة وتتابع الوجبات والحلويات في فترة الإفطار إلى السحور، بالإضافة للخمول وقلة الحركة خلال الشهر الكريم. لذلك منشوف الكل عم يفتش عن حميات وأنظمة غذائية لاتباعها خلال شهر رمضان المبارك حتى يحافظوا على رشاقة أجسامهم وخسارة الوزن الزائد. لكن خسارة الوزن ما بتكون فقط بالحمية الغذائية، وإنما باتباع خطوات معينة بتسرع من عملية حرق الدهون المخزنة بالجسم. فإذا كنت فعلاً حابب تخسر وزنك الزائد خلال شهر رمضان، أو كنت بالفعل عم تتبع حمية غذائية خاصة، فمع نصائح بسيطة بإمكانك الاستمتاع بفضائل الشهر الكريم والأكل مع العائلة وصلاة التراويح في المسجد بخفة وبدون آلام معدة وأمعاء وتلبكات هضمية. واليوم رح نقدم لكم أسرار نزول الوزن وخسارة الدهون من خلال صيام شهر رمضان المبارك. أولاً، لازم تأخذ وقت كافي لتناول وجبة السحور. فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور، لكن ما كان قصده يكون تأخيره لآخر كم دقيقة لنفوت بسباق مع حالنا ومع الوقت بالتهام أكبر كمية من الطعام، ويكون النصيب الأكبر منها للأرز والمعجنات واللحوم يلي زادت من وجبة الإفطار. وهالتصرف ما رح يزيد من طاقتنا أثناء فترة الصوم، بالعكس رح يزيد معدل السكر بالدم ورح يضطر البنكرياس يبذل جهد مضاعف ليحاول يخفضه، وبالتالي بصير هالتصرف سبباً بالشعور بالضعف الحاد قبل الإفطار. 2. تجنب الشبع إلى درجة التخمة. إذا انتبهت لمعدتك وأنت عم تاكل، رح تنتبه أنك وصلت بمرحلة ما إلى درجة مريحة من الشبع بتخليك تشعر بالخفة، لكن إذا استمريت بتناول الطعام بعد الوصول لهي المرحلة رح تبلش تدريجياً تشعر بالتخمة يلي بترتبط بصعوبة التنفس، بالخمول، الثقل، الانتفاخ، ثم الإحباط والندم. أما عند السحور فكل ما يحتاجه جسدك حقاً هو وجبة بسيطة تساعدك على بدء يومك بنشاط، بعدها رح يقوم جسدك بحرق الدهون الزائدة عن حاجته. ومن الأطعمة المفضل تناولها عند السحور الفاكهة والخضروات الطازجة، وأهم الخيار، الخس، البطيخ لتفادي العطش. 2. الفول. الفول بيتم الاستعاضة بالزيت عن السمن عند تناوله، أيضا تناول القليل من المكسرات. 3. لازم تختار مشروباتك بحكمة. بيحتاج الجسم دائما لكمية كبيرة من السوائل، لذلك لما عم يجي شهر رمضان وبفترة الحر فالماء هو أفضل سائل لجسم الإنسان. تجنب العصائر والمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة لأنها بتحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية وما بتساعدك نهائياً بتخفيف وزنك في رمضان. اتذكر أنه علبة صغيرة من المشروبات الغازية 330 مللتر بتحتوي على 7 ملاعق صغيرة من السكر، وكوب واحد من العصير الطبيعي بيعطينا فقط 100 سعرة حرارية. 4. مارس الرياضة وما تترك المجال لجسمك يخزن دهون أنت قادر على التخلص منها مباشرة بشوية تمارين بسيطة، خاصة الدهون المتركزة بمنطقة البطن يلي ما رح تختفي لمجرد أنك وقفت عن الأكل كم ساعة، لأن الطريقة الوحيدة المثبتة علمياً لزيادة حرق السعرات الحرارية هي المجهود الجسدي. وأفضل وقت للقيام بنشاط جسدي في رمضان هو بعد الإفطار. ينصح بممارسة النشاط الرياضي مثل المشي لصلاة التراويح بمعدل 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل، أي بمعدل نصف ساعة كل يوم 5 أيام بالأسبوع. أما التمارين الشاقة نسبياً فالأفضل تركها لبعد الإفطار. 5. حاول تتخلص من جوعك وما تشبع وأنت عم تتناول وجبة الإفطار. اعتمد على وجبة إفطار بسيطة حتى ما تفاجئ معدتك بعد صيام ساعات طويلة. بلش بالشوربة والسلطة وقوم على الصلاة، وبعد صلاة المغرب بتقدر تتناول وجبتك كاملة. بعد الرجوع من صلاة التراويح بتتناول وجبة تانية خفيفة قبل منتصف الليل. 6. حافظ على نسبة السكر في الدم عن طريق تناول الفواكه لتحافظ على المعدل الطبيعي للسكر، وهالشي بيساعدك على التوقف عن تناول السكر الأبيض والحلويات والمخبوزات.
لكن لا تبالغ باستهلاك التمر خاصة بالمقارنة مع أنواع الفواكه الثانية، لأنه التمر بيحتوي على أعلى تركيز من السكر والسعرات الحرارية، وكل حبة تمر متوسطة فيها 50 سعرة حرارية. لهيك ينصح بعدم تجاوز 5 حصص من الفواكه يومياً في شهر رمضان بما فيها التمر. 7. امتنع عن الأطعمة المقلية والدهنية والقهوة والشاي والمشروبات الغازية والمخللات والأطعمة المدرة للبول. 8. حاول تشرب الماء على مدار الليل واكتفي بكوب واحد عند الإفطار، وبإمكانك لبس الأقمشة القطنية الخفيفة والاستحمام أكثر من مرة لتخفيف حرارة الجسم وحدة الشعور بالعطش. 9. اتناول الحلويات بتعقل. الطريقة الصحيحة لتناول الحلويات هي اختيار كمية صغيرة للتذوق، بحيث يتم تناولها ببطء وباستمتاع بعد الشعور بالشبع المريح بنهاية الوجبة، وما بيصير نتناولها كبديل عن وجبة غذائية لسد الجوع. أيضاً من المهم اختيار الأنواع الصحية من الحلويات، مثل الشوكولاتة الداكنة 70% كاكاو أو أكثر، القطايف المشوية والمحشية بالجوز أو الجبن 5% دسم، أو الكسترد المحضر بالمنزل بحليب قليل الدسم، أو الرز بحليب، أو أي حلويات بيتية تحتوي على كمية قليلة من الدهون أو البوظة قليلة الدسم. 10. استبدل الحبوب المقشورة بالحبوب الكاملة، مثل البرغل، القمح الكامل، الفريكة، الشعير، الأرز البني. هي كلها تحتوي على ألياف غذائية بتساعد على شعورنا بالشبع. أما الحبوب المقشورة مثل الطحين الأبيض والرز الأبيض فهي خالية تماماً من الألياف الغذائية، ولذلك بيضطر الإنسان لاستهلاك كمية أكبر منها حتى يشعر بالشبع. وبالنهاية بتمنى لكم السعادة وتمام الصحة والعافية، وإلى اللقاء بفقرة جديدة.